مساء الخير، أول حلقة من برنامجنا البوصلة الذي طال انتظاره للي انتظر. البوصلة، تعالوا نتكلم الأول عن الاسم. إيه معناه البوصلة اللي تحدينا دايما الاتجاه في لما نكون تايهين يعني. ففي ناس شايفة أنه الاسم، أنه البرنامج نفسه هو يكون بوصلة، قد يكون يعني بوصلة ليكم. أنا موافق على ده، لكن أنا أقصد أكتر أنه عقلك أنت يكون البوصلة، المسؤولية الفردية في الفكر الديني، وده اللي هنأسس ليه بقى مرحلة تانية خالص غير مرحلة نقد التراث. بمناسبة مرحلة نقد التراث، أنا عايز أقول لكم حاجة، المرحلة دي مش مستمرة معانا على طول، لأن بكرة هنشرح على توسع وبعده إيه الفرق بين البناء السلبي والبناء الإيجابي. أنا اللي اخترعت موضوع التراث من 5 سنين قدامكم على الشاشة، وأنا اللي بقول لكم غالباً الإفكت أو الأثر اللي احنا عايزين وصل إنه رجع لبشريته فقط، وده هنشرحه بكرة على توسع يعني. إنما تقديم فكر جديد ده موضوع تاني خالص وصعب جدا، وهتشوفوا في البرنامج ده حاجة مختلفة تماما. إزاي بقى نحل المشاكل بجد بدل ما نقعد نقول هنعمل هنجدد. وبمناسبة التجديد، أنا عايز أقول لكم إن البرنامج ده هنسمي التجديد اسم تاني، اسمه إعادة، ده في وجهة نظر إعادة بناء الفكر الديني، إعادة المسلمات أصلا، الأساسيات، المقدمات، عشان تطلع نتائج تانية خالص غير اللي انتوا شايفينها دلوقتي. وبمناسبة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، مش بس موضوع الإرهاب، التجديد أو إعادة البناء، إعادة بناء الفكر الديني يخص كل حاجة، كل حاجة يخص تخلفنا، تطورنا، حياتنا الاجتماعية، الأخلاقيات، ثم طبعا الجانب الأعلى منه الإرهاب بشكله الفج اللي احنا عايشينه دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي. بس تعالوا قبل ما نسترسل، لأن لسه عايز أعرفكم على الحاجات الكتير اللي عملناها في الديكور وليها أهميات كلها يعني، تعالوا أقول لكم شوية معرفش نسميها أي شروط أو شوية مبادئ للبرنامج. أول حاجة، وهي الحاجة اللي كله بيتكلم عنها واللي شاف برنامجي السابق في رمضان اللي كان لمدة شهر واحد يعني هيفهمها كويس، البرنامج ده ما فيهوش خناقات. خناقات اتخانقناها وصارعناها وخضناها، والحمد لله ودينا في مكاننا تاني، لا مع جهة ولا مع فكرة ولا مع أشخاص. البرنامج ده بس هيعمل لكم بجد بوصلة تحدد لكم اتجاه للي يختاروا انه يمشي في الاتجاه ده، مش مجبر عليه. هيكون إعادة بناء الفكر الديني كله شاملا بكل مناحي، فما فيش خناقات لا في البرنامج ولا غيره بالنسبة لي على الأقل. تاني حاجة عايز أقولها ودي مهمة جدا، لأن لاحظتها كتير في كل برامجي اللي عملتها قبل كده أو في التطورات اللي احنا عايشينها، مفيش أدنى شك إن احنا في لحظة كويسة جدا، إن الأنظمة أو كتير من الأنظمة العربية مش كلها استجابت في سقف عالي جدا زي مصر، السعودية، الإمارات، وفي سقف أدنى في بعض الدول للتجديد وللفكرة أصلا إنها تتقال وتطرح من الدول أو الأنظمة أو القادة. لكن تعالوا نقول إن التغيير أحسن لينا يبقى مجتمعي. يعني إيه؟ يعني لا نقيس بين تغييرنا احنا اللي ممكن نعمله بالبرنامج ده أو بغيره من السادة الأفاضل التنويرين في الشاشات العربية أو مع الأنظمة. فخلونا ما نلعبش اللعبة دي لأنها مضرة، اتضح عبر التجربة أنها مضرة. خلوا الدول تتحرك بالثقل اللي يليق بيها، إذا كان يعني متأخر قليلا أو سابق أو لاحق براحتهم. الدول شبه النهضة الأوروبية كده، الشعب الأول اتغير واستجاب للمفكرين، ثم بعدها يمكن بمئة عام بدأت الدول الأوروبية تصل لبداية عصر النهضة في 1700 وحاجة ميلادي. فتعالوا بلاش نقيس أي تجديد أو إعادة بناء أو أفكار جديدة تطرح في البرنامج ده أو حتى عن في غيره مع تحركات الدولة، إذا كان مصر أو الوطن العربي أو استجابتها، ملناش دعوة. بس بالعموم إحنا في لحظة عظيمة جدا، الدول بتستجيب لده، شايفة أنه ده المصلحة، مصلحة الدين أو حتى مصلحة الدولة الوطنية أو مصلحة الإنسان بما يحمله كلمة إنسان. يعني لا يعنينا دين معين للإنسان ده في بلده، بالذات في المنطقة المنكوبة الشهيرة اللي اسمها الوطن العربي. فده تاني شرط أو مبدأ أو أساس للبرنامج ده. تالت حاجة أنا قلت لكم من شوية إن هو إعادة البناء دي اسمها هنشرحه مش مجرد تغيير في الأسماء، لا، هو ده الواقع، يعني إعادة بناء الفكرة كلها. الأساسيات في الدين كلكم عارفينها مفيش خلاف عليها، لكن ما أنتجه العصر البشري اللي احنا 5 سنين بوضحه لكم قد ايه لازم يرجع لبشريته، وهو الان الاثر حصل. يعني انا لا اقابل احد من اعلى درجه فكريه
إلى أبسط الناس إلا بقى موقن أنه على الأقل الناس دي بشر، من سبقونا بشر. إحنا قبل ده ما كناش بنتكلم عنهم بالشكل ده ولا عن نتاج أفكارهم بالشكل ده. فده الموضوع الثالث أو الأساس الثالث للبرنامج. رابع حاجة بقى وحاجة مهمة جدا نفسي نقولها مع بعض، في حاجة اسمها البرنامج ده يعتمد على كلمة كده من ثلاث كلمات أو جملة من ثلاث كلمات، من وجهة نظري. اسمها كده، يعني كل اللي هيتقال في البرنامج ده وجهة نظري، دراساتي، فكري، سموها زي ما تسموها بقى. يعني حضرتك واحد مش مجبر عليها إطلاقا، وإلا يبقى صنعنا تاني اللي احنا بنحاول نخلص منه اللي هو القداسة أو الاتباع بلا عقل. اتنين، للجانب المعادي بقى، حضرتك عايز تستمر على اللي انت فيه وشايف نتائجه حلوة وانت مبسوط والدنيا جميلة والإسلام في أحسن صوره بره وجوه، عيش، مبروك عليك، تفضل. محدش هياخد البرنامج ده ويحطه لك في البيت أو في المناهج الدراسية أو فجأة القوانين كلها تتغير. لكن مش عاجبك البرنامج اللي هو من وجهة نظري كل اللي هيتقال فيه، ما تسمعوش، يعني رايح نفسك. أصدقائنا بقى اللي منتظرين البرنامج أو هيتابعوه، كل اللي عايز أقوله إن كلمة من وجهة نظري تعني إن تقديم مشروع فكري إذا الأدلة العقلية والمنطقية وافقت اختياراتك وبوصلتك أنت، لأن أنا قلت إن الاسم اللي بقصده إن العقل الفردي يكون البوصلة، المسؤولية الفردية ترجع في الدين، وده هنشرحه على توسع. يعني مسؤوليتك الفردية، مفيش حاجة اسمها قالوا لي سمعت هم قالوا علقها في رقبة عالم واطلع سالم، ده مثل مصري بالنسبة لأصدقائنا في الوطن العربي يعني مش عارفينه، علقها في رقبة عالم واطلع سالم، الكلام ده كله مالناش فيه. ففي حاجة اسمها مشروع نعيد بيه بناء الفكر كله الديني. اتنين، انه من وجهة نظري، فده رابع أساس. خامس أساس، وده بسيط خالص بس هو بالنسبة لي عميق جدا، لازم تكونوا شفتوا البرنامج اللي قبل ده مباشرة اللي أنا عملته في شهر رمضان اللي فات. ليه بقى؟ اسمه الخريطة. هو يعني خد مساحة كبيرة جدا من الرؤية، وفي بتشوفه دلوقتي تاني في اليوتيوب، بس بشكل ما هو على الصفحة الرسمية بالنسبة لصفحتنا، لأن الصفحة دي هيكون ليها دور كبير قوي في البرنامج على بشكل جديد. يعني موجود لينك لي بلاي ليست يعني ورا بعض لأبسط الناس، لازم تشوفه، لأن أنا ده هيعتبر أساس بدل ما نعيد الكلام تاني اللي اتقال فيه، لأني شرحت فيه أهم حاجة. هو كان مهم جدا في كل الحلقات، لكن على الأقل من 14 ل 28 شرحت فيه ما يسمى عندهم علم مصطلح الحديث، اللي هو العلم اللي دايما يقول لكم انت تعرف ايه انت، فخليته بسيط جدا للناس كلها. لما هتفهم احنا قلنا ايه وبشرية طريقة جمع الحديث، البشرية في الجمع، مش لما الحديث يصح يبقى خلاص ده دين، انما الجمع وقد ايه اختلافاته حتى بين الاسمين الكبار البخاري ومسلم. لازم تشوف برنامج الخريطة عشان تشوف برنامجنا ده. برنامجنا ده كتير هقول انا قلت كذا او انتوا سمعتوا مني كذا، فارجوكم بشكل ما نلحق في اول اسبوع ولا اسبوعين ولا معرفش ازاي نكون شفنا برنامج الخريطة كله بشكل ما، معرفش ازاي، لانه مفيد جدا ولانه من الصعب جدا عشان الناس اللي شافت الخريطة ان انا اعيد تاني اللي اتقال فيها ولو في المناطق اللي محتاجينها، بالذات في الحديث والتفسير وفقه. أنا شرحت كله في الخريطة، بس الحديث بالذات هو اللي صعب جدا، والناس كانت أبعد ما يكون إنها تفهم التركيبة نفسها اتبنت إزاي، قد إيه هي بشرية وقد إيه مختلفة حتى بين منهج الجمع اللي اتخذه البخاري نفسه ومنهج مسلم. وإحنا في الأيام الجاية هنشرح في المعمل، أنا شوية وهعرفكم على الديكور كده، يعني سبورة دلوقتي الناس ما شاء الله، شفت ناس كتيرة بتقلد الحكاية دي وأنا مبسوط والله، حتى من الطرف الثاني يعني بيجيبوا سبوره برضو يكتبوا، يعني كانت فكره لطيفه انا اللي عملتها بنا من الخريطه. وهنشوف على الشاشه دي حاجات كتيره جدا، هنسال وهنجاوب وهنشوف سوشيال ميديا وهنشوف فيديوهات وهنشوف وهنناقش حاجات. وطبعا الصفحه الرسميه للبرنامج هقولها لكم في اخر الحلقه، وهي زمان هتطلع لكم دلوقتي، لان دي مهمه جدا المشاركه فيها، لانها هتبقى جزء لا يتجزا من البرنامج، مشاركتكم وارائكم واستفتاءات، وهنعمل حاجات كبيره. يعني دول الخمس حاجات اللي عايز اقولها لكم. فاضل بقى شويه حاجات على التنوير نفسه، على الفكره كلها. كل المرحله دي اسمها التنوير. التنوير ده حاجه اكبر بكتير حتى من اعاده بناء الفكر الدين. التنوير انك توسع الدايره خالص، وده هنعمله في البرنامج ده. هنقرا كتب، هنتكلم في الافكار الكبرى في الفلسفه، في التصوف، في الافكار اللي طرحها الفلاسفه الغربيين والشرقيين، كل ده ليه علاقه باعاده بناء الفكر الديني. لان انت طول ما مضيق الزاويه قوي كده ان بس بتكلم في ده،
لكن لما توسع الدايره هنعمل تغيير حقيقي، مع ان الاساس هيكون تقديم فكر ومشروع جديد بعد ما على الاقل، وزي ما قلت لكم هشرحها بكره، رجعنا التراث لبشريته. ما بقولكش حاجه وحشه، بس انه ما يكونش مقدس او بشكل ما الهي، ده شيء كان غير منطقي ولمده قرون. فدلوقتي ابسط الناس وقال لهم، بيقول لك لا طبعا يغلطوا عادي، بشر بتصيب وياما اصابوا يا سيدي، وعندك الكتب، وبشر بتخطئ، والا الحديث بتاع الرسول من اجتهد واصاب ومن اجتهد واخطا. افترض الخطا ده افترض انه يحدث، ان اكيد الناس البشر الطبيعيين اللي الرسول قصدهم ان ياتوا بعده في عصور لاحقه انهم بيغلطوا. موضوع بسيط جدا، موضوع بسيط، فاحنا اثبتنا ده تماما وكله تمام. فبالعموم احنا قدامنا شوط كبير جدا، هنعمل حاجه انا رايي انها كويسه جدا، وان انا هقدمها زي ما قلت لكم من غير خناق، وانتوا عارفين ان انا عملت كل الخناقات المطلوبه، بس اللي جاي مش محتاج حتى ده، لان زي ما قلت لكم اللي انا عايزه او كان في بالي من اول ما 2013، من اول برنامج حصل، وحصل بزياده حتى عن احلامي وامالي. هنطلع فاصل وبعدين نروح ورانا كده شويه، في شويه لوح مهمه جدا هعتبرها مش اساس البرنامج، بقى اساس التنوير بالعموم، عشان نوقن ان احنا ماشيين في الطريق الصح. ده يورجع الجزء ده غالبا مش هنيجي فيه كتير بعد كده، لان اللوحات دي هي اساسنا، وارجوكم الحلقات الاولى دي بالذات هنأسس فيها الحاجات مهمه جدا مش عايزها تفوت. فتعالوا، طبعا التنوير يعني في مليون لوحه كنت ممكن احطها هنا، مليون حاجه اساس ممكن اعتبرها، لكن انا اخترت دول بعنايه عشان انا شايف ان هم يناسبوا المرحله، اذا كان من الكتاب بتاعنا من القران او من قواعد فلسفية أنا شايف أنها تنفع. فتعالوا نبتدي بالأولى، دي أساسات التنوير والبرنامج مع بعض، يعني عشان نشتغل على والناس فاهمة. يعني أول حاجة اللوحة اللي فوق دي الآية رقم 2 من سورة البقرة، زي ما أنتوا عارفين السورة الشهيرة طبعا، ألف لام ميم، طبعا مش مكتوبة يعني. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم إشارة للبعيد، المفروض انه ربنا سبحانه وتعالى بالسياق الطبيعي للايات بيتكلم عن القران نفسه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ايه بقى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ يعني الكتاب ده اصلا ثبوتا، ايات، احكاما لا ريب فيه. فاللي جه فيه دين وتشريع، نفهمه ازاي؟ ده مواضيع بقى يطول شرحها في الحلقات الجايه، فهمنا ليه مختلف، إنما الكتاب نفسه لا ريب فيه. هل ده يخص القرآن بس؟ لا، يخص ما يسمى المعنى العكسي، أن غير هذا الكتاب يجوز ما قلتش لازم، فيه الشك، لأن ده اللي لا ريب فيه. ريب بالمناسبة يعني شك، عشان نكون واضحين، يعني للناس ممكن تكون أبسط حاجة مش عارفة. فما فيش ريب، يعني ما فيش شك في الكتاب ده بس، لكن باقي الكتب ما دونه من صنع البشر فيها شك. حتى أكبر كتاب يجب أن نستعمل معه منهج الشك، أن نتثبت، نحط الأدلة والبراهين والمنطقيات اللي توصلنا ده صح ولا غلط. إنما الكتاب ده بس هو اللي مش من حقنا نتثبت منه بأي جزء من الشك، لأنه هو لا ريب فيه للمؤمن به. فدي هتكون قاعدتنا، ان ما دون القرآن يجوز بنص القرآن ان احنا نتكلم فيه ونشك. تاني لوحة برضو آية، ودي الآية 118 و119، يعني جزء منها كده وجزء منها كده، في سورة هود، ودي سورة في نظري من اكتر سور القرآن عمقا. يعني ربنا بيقول بوضوح وليس اجتزاء من السياق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. بص بقى التعقيب، ولذلك خلقهم.
يعني ربنا بيقول على الأمم اللي خلقها أنهم سيظلون مختلفون إلا من رحم ربك، ولا يزولون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلي بالكم الكلمة دي، يعني الاختلاف سبب من أسباب الكبرى أن ربنا خلقنا أصلا. ده كلامه مش كلامي، يعني لازم نختلف، بس الاختلاف ما يقفش عند ناس معينين في قرن معين ونسلم لهم أمر الاختلاف، لا هم يختلفوا 400 رأي وإحنا لا، ما يبقاش 401، ما يبقاش 510 مثلا، ما ينفعش نختلف إحنا. إحنا هنسمع كلام الاختلاف بتاعهم يا ما نتكلمش خالص. وده طبعا عصر انتهى زمنه وولى. فالاختلاف ربنا اللي قال إنه سبب وجودنا في الدنيا دي، سبب أو أحد أهم أسباب وجودنا في الدنيا دي إننا نختلف. فنختلف دي على كل العصور، على كل الأمم، على كل الأجيال، على كل البشر، على كل الأديان. فإنه يعلمونا أو اللي علمونا زمان إن إحنا ما بنختلفش خالص إلا لما نسمع الكلام في اختلافهم هم. يعني هم يقول لك اختلافهم رحمة، أنا موافق على فكرة على الكلمة دي جدا، بس طب وإحنا ما ينفعش نختلف مع اللي اختلفوا؟ ما ينفعش إحنا كمان بيننا رحمة حلوة كده؟ وما ينفعش نختلف عنهم خالص، نفكر إحنا فكر جديد خالص مستقى من النص اللي هو لا ريب فيه. ركب بقى كله على بعض. فدي تاني أساس من أساسات التنوير والبرنامج. تالت حاجة، وأنا هخلي الآيات كلها ورا بعض وبعدين نتكلم عن ما دونهم. الآية المهمة العظيمة دي، هذا بيان للناس. هذا بيان للناس، طبعا هذا اسم إشارة للقريب، وكتير في القرآن وبيناه للناس، يعني كل المعنى ده موجود، أن القرآن نزل للناس. لمين يا فندم؟ أهو مش أنا، للناس. ما حدش يقولك لطبقة أو لصفوة أو لجيل أو لمجموعة عقولها ما تتكررش أو للمثقف أو لتنويري أو لأي حد. هذا بيان للناس. والتفاسير القديمة حتى في أغلبها بتقول إن هذا اسم إشارة عادي للقرآن. بعضهم قال هذا على الآيات نفسها، طيب ما هي الآيات برضو جزء من القرآن، لكن السياق الطبيعي للآيات إنه بيقول هذا بيان للناس. فشوفوا لو ركبت ده كله على بعضه هتعرف إن الكتاب ده ما فيهوش شك، بس غيره فيه شك، وإحنا لازم نختلف في فهمنا للكتاب ده ولغيره عشان إحنا بشر ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم اختلاف. وكمان الكتاب ده لينا كلنا، كلنا، مش انك ممنوع تتكلم، ممنوع تفكر وتسمع كلام حد سبقك عايش من 100 سنة، من 500، من 1000، المهم انك تسمع الكلام. لا، عايزين بقى نرجع المسؤولية الفردية في الدين. يعني انت لما هتتحاسب يوم القيامة اي واحد فينا هيتقال له انت عملت ايه، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، هو هيقول له ده قالوا لي ده مفيش حاجة هتشيل عنه. فالكتاب ده لينا كلنا بكل درجاتنا الثقافية، مفكر وعالم وباحث وأبسط الناس، على قد ما هتفهم مني أو من غيري أو حتى من اللي انت بتسمعهم العاديين والكلام العادي بتاعك، هو ده اللي المفترض يبقى ملكك فيه واتجاهك فيه وتفكيرك واختيارك، هو البوصلة الحقيقية، هو معنى البرنامج ده، بوصلتك عقلك انت، عشان القرآن ده ليك انت. وبعدين نتكلم بقى عن ثلاث حاجات مهمة جداً، أولهم أستاذنا الكبير أبو العلاء المعري، لأن الكلمة دي هي أساس كل حاجة بقى في نظري. ده بيت شعر بمناسبة أنا مقتص منه، يعني واخد منه الجزء. البيت بيقول زعم الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة خرسائي. هو شاف برضو وضع مزري زي اللي احنا فيه، فقال كذب الزعم لا إمام سوى العقل، مشيرا يعني بيشير عليك في صبحه والمساء. أي عقل، وبره نناقشها وبعده، هم دايما بيقولوا لك هو أني عقل اللي يفهم الإسلام؟ أي عقل، وكل ما فهمت على قد فهمك هو ده حسابك، هو ده جزائك، هو ده دينك. وهقول لكم ان القرآن اللي قال كده مش انا، فده استاذنا وعمنا، وعايزكم تقروا بعد كده هنتكلم عن الاشخاص، مين هو ابو العلاء من معرة النعمان، وعاش في اني زمن، وايه مشكلته، ابيات شعره العظيمه الشهيره في اللزوميات، وكان ليه بيت شعر لطيف جدا تاني بس بعدين نقوله او نشرحه. يعني اثنان اهل الارض ذو دين بلا عقل ودين لا عقل له، الخيار اللي احنا فيه، لا إمام سوى العقل، يعني ما حدش يقول لك، مع احترامي إن هناك من يسمى إمام في الفكر أو إمام في الصلاة أو إمام
لكن الإمام الحقيقي اللي أنت لازم تتبعه بس وهتتحاسب بس عشان هو ملكك هو عقلك. فما فيش إمام، في إمام رمز لكن الإمام الحقيقي لا إمام سوى العقل بس. دي كلمة عظيمة جدا لنيتشه، برضو هنتكلم عنه زي ما قلت لكم في الفصل الأول، هنوسع الدايرة جدا مع الفكر الديني، هدخلكوا كله في بعضه. نيتشه ده مفكر عظيم ألماني مبهر، أسطورة ما تصدقوش أغلب اللي بتسمعوه عنه أنه هذا الملحد، بعدين هنتكلم وأقول لكم قد إيه تهم بده. يعني بيقول كلمة مهمة جدا: ليست هناك حقائق بل فقط تأويلات. هنخلي كلمة تأويل إلى أن نشرحها معناها تفسير. يعني هو بيقول طالما احنا بنبص النص معين القرآن مفيش فيه تقول لي هو دي الحقيقة، رأيي هو الحقيقة. هو بيقول ليست هناك حقائق فقط تأويلات، فكر تفسيري، تفسيرات. يعني تفسير ده بقى بين 10 اختلفوا، بين جيل وجيل، بين قرن وقرن، بين 100 ومية، محدش يقدر يقول ان معاه الحقيقة المطلقة لفهم هذا النص المقدس. ده في الإسلام ولا في أي دين مناسبة، إذا ما لم يتفقوا أن عندهم ناس يعني وسيط بينه وبين ربنا. أنا ما عنديش مشكلة مع الأديان اللي متفقة على ده، أما اللي احنا نعرفه في الإسلام على الأقل أنه ملوش، ما فيش وسيط بينك وبين ربنا لا في العبادة ولا في الفهم. فعمنا الكبير أستاذنا نيتشه بيقول ما فيش حقائق، محدش يقول لي ده الحق واسمع كلامه. حتى كلامي أنا بقعد أقول لكم، وحتى أنا قلت في الفصل الأولاني من وجهة نظري، مش عايزها خليك مع اللي بتسمعه الطبيعي، وديك شايف الجو جميل ازاي وبينتج افكار مزهره ومزهره ومبروك عليك، عجبك وجهه نظري والادله كانت منطقيه واقرب لعقلك ولفطرتك، وهنتكلم عن الفرق بين العقل والفطره، حاول تختار ببصلتك انت كلام. اخر جمله، جمله لحد مهم جدا برضو في الفلسفه الغربيه اسمه هيجل. هيجل بيقول لا يمكن تجاوز اي شيء، يعني نتخطاه، الا بعد واحد مناطحته ومعاناته والمرور فيه. يعني بقى أي شيء عقبة لا يمكن تجاوزها بالكلام كده بس، والنبي يا جماعة حسبوا الحكاية، لا لازم تمر كمفكر يعني أو كمجتمع بالمناسبة بالثلاث مراحل دول: إلا بعد مناطحته ومعاناته والمرور فيه. مناطحة، ثم مرحلة المعاناة، ثم مرحلة تخطيه والمرور فيه. وغالبا ده اللي أنا عملته على أقل بالنسبة لي. وطبعا الاتجاه ده كله أساتذته وعظماء اللي بيمثلوا هذا الاتجاه في مصر على الشاشات أو في الكتابة، أنا عملت ده بالظبط. التراث قدسيته مش وجوده، قدسية التراث عقبة كانت مخيفة أن تقدم أي فكر معاه، مستحيل، لأن في هرم مبني في أرض متاخد كل المساحة فيها على بنا، هبني فين؟ مفيش مكان تبني فكرة واحدة لأن الأرض تماما محتلة، المبنى على 100% من الأرض. فكان لازم أن تناطح هذه العقبة وبعدين تعاني فيها وبعدين تمر منها زي ما انت شايفين النهاردة. فالتراث قدسيته كانت عقبة شديدة جدا لتقديم أي فكر أو نقده حتى، إرجاعه لبشريته. فكل اللي عملته في الخمس سنين اللي فاتوا أنه كان إرجاعه لبشريته عشان نكلمهم كبشر، فإذا أحسنوا نقول لهم أهلا ومتابعين والحياة زي الفل، وإذا أخطأوا عن غير قصد أدينا بنقول ده الخطأ وادي نتيجته، خلي بالكم نتيجته دي وادي اللي بنعانيه، فتعالوا نقدم فكر غير ده. لكن هل كانوا دايما بيقولوا لي فين قدم مشروعك؟ لا، كان لازم كل السنين دي يبقى نقد فقط وإرجاعه، لأنه تجاوز الشيء كان لازم مناطحته وطبعا معاناته، وانتوا فاهمين أنا قصدي إيه، ثم المرور فيه أو منه للحظة اللي احنا فيها النهاردة دي. دي في نظري أهم، في نظري في اختياري أساسات التنوير اللي ممكن نمشي عليها كلنا كمجتمع أو كبرنامج. آخر حاجة بقى، بصوا البرنامج لكل الناس، للمصريين، لأصدقائنا في الوطن العربي والحمد لله هم بيتابعوا دايما، للمسلمين، لغير المسلمين، المسيحيين، للادينيين، للادينيين من الأصل أو للادينيين بمعنى خرجوا من الدين اختيارا. البرنامج للرجل والمرأة، البرنامج لكل حتى المذاهب الإسلامية، سنة، شيعة، غيرهم، دروز، علويين، كله عايز يصلح. أنا مش هتكلم في داخل كلامهم، لكن إزاي إحنا كمذهب السنة نصلح ده.
نعمل إعادة بناء، فقد يأتسي بينا غيرنا ونكون يعني قيمة ليهم فيحصل تلاقي في التجديد، وعلى الأقل نكف بعض الشرور عن الناس دي باختلافنا وانتوا عارفين، وعلى الأقل أو الجانب الأهم في نظري هو إن احنا كلنا بقى يحصل عملية تطوير أو تقدم للأمام خطوة واحدة. لأنه اوعى تفتكروا إعادة بناء الفكر الديني بس إنه الإرهاب يقف أو مواجهة الإرهاب، لا لا، ده خط من الخطوط، هو خط مهم جدا، الناس تقتل، لكنه مش ده الموضوع. هوريكم قد إيه متشعب، ودلوقتي الوقت اللي نقدم فيه الفكر بعد ما رجعنا الفكر القديم اللي كان محتل الأرض كلها لحجمه الطبيعي. آخر حاجة عشان دي الحلقة الأولى ومش هنعرف بقى نشكر تاني، عايز أشكر ناس كتير قوي لظهور البرنامج ده. أول حاجة الدولة المصرية بكل أجهزتها اللي زي ما سمحة كمناخ أي نسبة من الحرية اللي موجود، بكل البرامج الطبيعية اللي انتوا عارفينها بكلامها الطبيعي في الفكر الديني اللي انتوا عارفينه، أهلا وسهلا بيهم، بس يشوفونا مكان كده معاهم إن يتقال فكر بس، كأنه مواجهة فكرية، مناظرة فكرية قد يفيد. فبشكر الدولة المصرية بكل أجهزتها لظهور البرنامج ده. بشكر ملاك قناة تن لإصرارهم على فكرة التنوير وإيمانهم الشديد بيها وعدم التراجع تحت أي ظرف، فبشكرهم جدا ملاك القناة. بشكر إدارتها ممثلة في السيد المحترم الإعلامي الصديق عمرو عبد الحميد مدير القناة، والسيد نشأت الديهي. بشكر مدير برامج الأستاذ محمد بسيوني. بشكر البروديوسر اللي تعبت معايا جدا الأستاذة مروة طوخي. الناس دي باختلاف أماكنهم في القناة ساعدوا بشكل حقيقي ومخلص إن البرنامج ده يكون موجود ويستمر ونعمل بيه الإنجاز اللي احنا عايزينه. وبشكر الناس بعد كله، الناس هي اللي خلت إنه هذا الفكر أصبح له قوة وأصبح له جمهور أو شخص بيعبر عن هذا الفكر، فبقى من المطلوب إنه يقيناً يكون دايماً موجود لي برنامج. فالناس هي سبب نجاح التنوير أو نجاح فكرة التجديد أصلاً أو إعادة البناء أو نقد التراث أو سموها بكل الخمس سنين اللي فاتت إيه المرحلة اللي احنا فيها حالياً. الناس أنتم سبب وجود البرنامج ده. بشكركم جميعاً. من بكرة بقى هنقول كلام كبير كبير جداً هيتبسط للغاية، وهنروح فيه الأبعاد بعيدة ملهاش نهاية. بس المهم، بس طلبي الوحيد نص ساعة دي هتفضل نص ساعة عشان ما يبقاش الحجم أكبر، 11 و2 بالليل الإعادة و5 الدور تاني يوم، يعني كل مواعيدكم ما تضيعوهاش أبداً. مش عشان حاجة والله، عشان مش هعرف أقول اللي بيتقال تاني، فما تضيعهاش لأن تسلسلها ملوش نهاية ومبني على بعض، وهنعمل بيه حاجة كبيرة جداً في وجهة نظري بسيطة. فشوفوها بطريقة في الإعادة في اليوتيوب، شوفوها في ميعادها اللي انتوا عايزينه، بس أرجوكم ما تضيعوهاش. من بكرة هنتظركم نبتدي بقى الرحلة. أشوفكم بكرة.